اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. وجينا عند خونا كمال اللي كيبيع المستلزمات الطبيه لطبيب الاسنان اللي عنده جميع المعدات الطبيه كاينه عنده هنا، ويشرح لنا شحال من حاجه. خونا كمال طالع عليه الدم بسبب شي تصرف وقع في المريض، ما عجبوش الحال. وخونا كمال من الناس اللي كيبغيو اللي كيبينوا الصوره ديال بلادنا في هذا المجال، كيبين واحد الصوره زوينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم كمال السمنالي، ممثل شركة لبيع مستلزمات طب الأسنان. اليوم احنا حاضرين في الدورة الثانية للمعرض الخاص بمهنيين طب الأسنان. صراحة كمال ندخل في الموضوع، قول لنا كيفاش كان هاد الحفلة هذه، كيفاش كانت بكريم عذاب، واش كاين صراحة واحد القفزة كبيرة اللي عرفتها هاد المهنة، بحكم على أنه المهنيين داروا واحد واحد المجهود كبير باش يحاولوا يزيدوا بهاد المهنة للأمام، باش يبان الوطن على أنه غادي للأمام في هاد الاتجاه هذا. مع كل أسف سؤال كتاجر انت في هذه المستلزمات، شنو بالك واش طب الأسنان فرض الوجود ديالو في الساحة ولا باقي؟ طبيعة الحال ما نتنكروش المجهودات الكبيره اللي تيديروا هاد المهنيين ديال بطبيعه الحال اطباء الاسنان، لان حتى هما تيقوموا بواحد الدورات تكوينيه داخل الوطن وخارج الوطن باش يعطيوا واحد الاشعاع كبير، لان المنافسه راه كاينه خارجيه. حاولوا على انهم يديروا مجهودات كبيره باش يزيدوا بهاد المهنه الامام. اذا عندنا احنا قفزه كبيره مشهود بها من 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 دول منافسه. بطبيعه الحال هذا الشيء هذا تيدار كامل على اساس باش تكون واحد الصوره ايجابيه للناس اللي هما بطبيعه الحال لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، ياخذوا فكره على انه المهنه غدا غير القدام. اللي وقع هو انه مع كل اسف تنتفاجئوا بواحد المسائل اللي هي صراحه انا غادي نلخصها في واحد جوج كلمات. سمعت على انه كاين واحد المجهودات اللي تدار في باش تعطي واحد الصوره مزيانه الوطن ديالنا في هذه المهنه. مع كل اسف انا تنقول العكس، لان منين واحد الناس اخرين غادي يشوفوا هذه المسائل هذه غياخذوا واحد الصوره سلبيه على هذه المهنه هذه. لانه منين تنقولوا بانه الناس اللي حاضرين في هذا المعرض ماشي بضروري حضور الاجانب هنا، تبارك الله دابا اليوم مع ال 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 بطبيعة الحال، لأن كاينين الناس بطبيعة الحال، لأنه ما نساوش بأن هنا معنا كاينين شركات اللي هما معروفين على الصعيد الوطني، اللي تيمثلوا شركة عالمية مشهود بها، اللي هما معاهم ناس أجانب اللي هما مكلفين بذاك المنتوجات اللي تتصنع في الدول ديالها. الور كاينين معاهم ناس تجاريين اللي جاوا حضروا معنا لهذا المعرض. بطبيعه الحال ملي غادي يتسالى المعرض غادي يوصلوا الامور كيفاش كانت عندنا هنا. مع كل اسف راه الامور كلها وصلتهم حتى هما، اذا غادي يعطيو واحد الصوره سلبيه على هذا المعرض وعلى الدوله ديالنا. حنا دائما تنهضروا على الوطن ديالنا، ما يمكنش هاد الناس الاجانب حيت يجيو لهنا
وياخذوا صوره سلبيه، حنا خصنا ياخذوا صوره ايجابيه ويعرفوا بان الامور غدا عندنا الامام. باش اليوم الا كان في المعرض كاين 60 عارض وطني، غادي يكون غدا معنا واحد 10 ولا 20 ولا 30 عارض اجنبي. اذا هنا غنكونوا تنخدموا الصالح العام. تفاجئنا بهاد الامور هذه اللي صراحه ما يمكنش نقولوا عليها شي حاجه الا انها تضر الوطن ديالنا وتضر المهنه. بطبيعة الحال لأنه مادام أن احنا مشاركين في هذا المعرض إلا رحنا تنمثلوا الشركة اللي احنا مهنيين فيها وتنمثلوا الناس اللي معنا في الشركة. إذا غدا منين غادي يخرجوا غادي يمشيوا عند الناس المهنيين اللي تنتعاملوا معاهم اللي هما أطباء الأسنان، غادي يحسوا بالضرر لأنه على حساب ما تقال بانه هنايا حنا نظمنا معرض خاص بواحد الناس خارج هذه المهنه. يعني بغيتو انتم تشدوا هذه الحرفه ديالكم وتحاولوا تبلعوا بها وتزيدوا بها القدام وتبقاو بعضياتكم. ماشي يجي اي واحد كينظم المعارض وتلقاو معاه المشكل، علاش ما عطيتونيش انا؟ بطبيعه الحال هذا مجهود كبير اللي تيعملوا المكتب على اساس باش يعطيو واحد الاشعاع يعني ايجابي لهذا المعرض. حنا ماشي يعني ما تنفكروش على انه يكون المعرض ربحي يعني للجمعيه ديالنا، اكثر على انه يكون يعني عنده واحد الإشعاع علمي، واحد الإشعاع دولي. لما لا يعني لنضمنا معرض خاص بينا كمهنيين، غادي نشوفوا كاع المسائل اللي يمكننا تعمل غادي تكون في الصالح ديال المهني. اما باش نكونوا تنظموا معرض على اساس الربح، اكيد على انه ما غاديش يعطي داك الصوره اللي غادي تكون، لان غيكون دائما المجال ربحي. حنا ما تنهضروش ارقام، حنا عندنا العكس. حنا مادام ان جينا حضرنا لهذا المعرض كان عندنا الهدف ديالنا على انه نخدموا المهنه ونعطيوها اشعاع اللي غادي يعطيها كما تنقول واحد الصوره ايجابيه لا في الوطن ديالنا ولا عند الناس الاجانب. مع كل اسف بطبيعه الحال واش غير كتجي وكتحط الماتير ديالك ولا كتشوف الوثائق وكتشوف الاوراق ان هادشي قانوني؟ بطبيعه الحال الامور كلها قانونيه، ما كاينش فيها شي حاجه اللي هي. وحنا محيت تنحضروا لهاد يعني لهاد المعارض تيكون الهدف ديالنا الاول هو ارضاء المهني اللي غادي يحضر لهاد المعرض، ما تيكونش الهدف ربحي 100%. طبيعه الحال حنا تنعملوا التجاره، هذا صوره يعني هذا اي واحد عنده شركه راه تيشوف المسائل اللي غادي تعطي واحد المردود ربحي ولا قيمه للشركه ديالو. بطبيعه الحال واش تفضل انك تمشي لشي معرض عند واحد غير كينظم ولا تبغي تدخل المعرض هو فيه ناس ديال داك التخصص؟ بطبيعه الحال الناس ديال التخصص، ولكن باش نكونوا يعني صرحاء اللي غادي ينظم ما داك حقه ينظم، ولكن اللي غادي ينظم ويعطي صوره مزيانه لهاد البلاد هو اللي غادي نديروا يدنا في يديه. لان حنايا ما جايينش لهنا باش غادي نضروا بالبلاد، جايين باش نعطيو صوره ايجابيه على البلاد بهذه الطريقه هذه. صراحه حنا الحمد لله عندنا ناس مع من تنخدموا اللي هما حضروا معنا هنايا اللي هما اطباء الاسنان، وكما تتشوفوا اي حاجه هنايا راه تتخص
طبيب الأسنان. وبطبيعة الحال لأن هالكلمة العشوائية ماشي ضراتنا إحنا ك يعني أصحاب شركات، على العكس ضرات حتى الأطباء اللي حضروا معنا هنا، لأن توما حسوا براسهم بأن تقالت فيهم واحد الكلمة، لأنهم هما حاضرين هنا ضروا هما وضرينا بطبيعة الحال تحنا معاهم، لأن ما نبغيوش الاسم ديالنا اللي خدمنا عليه سنين يتدمر بواحد الطريقة اللي احنا الحمد لله متأكدين 100% بأن الحمد لله احنا دايرين ليد في ليد على أنه المهنة ديالنا تزيد للقدام. احنا عندنا المنافسة الشريفة وتنتمناو على أنه تبقى دائما المنافسة الشريفة بطبيعة الحال. هذا هو الهدف الأسماء ديال 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 التنظيم ديال هذا المعرض، ما هي إلا الدورة الثانية، مازال غادي تكون إن شاء الله الدورة الثالثة والدورة الرابعة. كل ما عطينا إشعاع المعرض على معرض بطبيعة الحال غادي نكسبوا الثقة ديال الناس الأجانب باش يحضروا معنا، باش يقدروا حتى هما يجيوا ويشوفوا الوطن كيفاش راه تقدم بواحد الطريقة اللي غادي تعطي صورة مزيانة على البلاد. طبيعة الحال هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله بطبيعة الحال حتى المهنة ديالنا إن شاء الله غادي تكون غدا القدام. حنا المهنيين الحمد لله من الناس اللي تيمتهنوا هذه المهنة كأصحاب شركات أو كمهنيين اللي هما أطباء الأسنان، يعني راه كل تيدير المجهود ديالو من الجهة ديالو كما شرط، على أنه الناس أطباء الأسنان عندنا راه تبارك الله تيديروا دورات تكوينية داخل الوطن وخارج الوطن اللي تتكلفهم أموال على أنهم يرجعوا داك المردود ديال داك الدورات التكوينية في الصالح العام ديال المواطن المغربي، باش حتى هو تيستافد من داك من داك الخبرة ومن داك التقنيات اللي هي آخر ما كاين في مهنة طب الأسنان. مرحبا مرحبا مرحبا. كنشكرك سي كمال على التوضيحات كاملة، وشكرا لمشاهدي قناة شوف تيفي على تتبعكم.